أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا وصل الحاج إلى مكة فجر يوم التروية، فهل الأفضل له التمتع أم القران؟ لأن الوقت أصبح ضيق، فلا ينتهي من العمرة إلا صباح اليوم الثامن، حيث أن أكثر الحملات تتأخر في السفر، فلا يصل الحاج إلا آخر الليل من ليلة يوم التروية. ما يخالف، لو أدى العمرة أول يوم عرفة، لو أدى العمرة، حتى لو أدى العمرة بعد العصر أو بعد المغرب وجاء العرفة قبل طلوع الفجر، يكون متمتعا. إذا لم يتمكن من الوقوف بالنهار يقف بالليل إلى وقت طلوع الفجر. فلو اعتمر في يوم عرفة ثم جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس وبقي فيها شيئا من الليل، يكفي هذا، يجزي. نعم، ما هو بالوقت ضيق. نعم.